عودناكم على شوبينج هينو سريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. فيرونا ستوب ايجي كريم من اهم مستحضرات العنايه بالبشره، ماركه بلجيكيه بتساعد على ازاله التجاعيد، المحافظه على شباب البشره، بتشتغل على رحت العضلات وهيك بتمحى التجاعيد تدريجيا، مكونه من كولاجين، الاستين وفيتامين سي، بتساعد على توحيد لون البشره، ازاله التبغيت وبتعطي الملمس الناعم للبشره، وهيك بنقول حافظوا على شباب البشره اقل شيء 10 سنوات لقدام. ستوب ايجي كريم فيكم تحصلوا عليه ب 69,000 ليره بس وين ما كنتوا بلبنان. في دليفري تصلع بس سلر على 01 44 55 55. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأن ما في محل النشر والغسيل بيكون بده كتير وقت تينشف. مع هالإلكتريك راك بنحل المشكلة كلها، لأنه منشر على الكهرباء بيحمى وبيعطي حرارة بين 50 و55 درجة تينشف التيب بسرعة، وهيك بصير فينا نحط ونشر غيرهم بوقت كتير قصير، يعني بيغنينا عن النشافة يلي بتاخد محل. أما هالمنشر فينا ننقله بالبيت محل ما بدنا، قوي ومتين وبينضب يعني ما بياخد محل. هالإلكتريك راك فيكن تحصلوا عليه ب 135,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري تصلوا على بس سلر على 01 44 55 55. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، كل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصل عليه ب 35,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري تصلوا على بس سلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرب التخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكم تحصلوا عليه ب 132,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببس سلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. لكن يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم بنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما قالن إلا يستعملوا مورينجاتي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100%، والدراسات كلها بتأكد إنه المورينجا فيها فيتامين A وE، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، بروتيين أكثر من حيالة فواكه بعشر مرات، والأهم إنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة، وهيك لكل الفيجيتيريان صاروا قادرين يعوضوا الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بياكلوا لحمة. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون، مضر للمعدة، مقوي للضفير والشعر، منقل للبشرة، مؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ على بتين مورينجا تي ب 38,000 بس، اتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري.
في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعطي الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكن تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل المكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكن تابولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب 52 ألف ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلطة بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.